أحسن الله إليكم. أخيرا يقول الشيخ في أسئلته: حمل المصحف من قبل المأمومين في صلاة التراويح في رمضان بحجة متابعة الإمام في الصلاة. هذا لا ينبغي، حمل المصحف للمأموم لمتابعة الإمام هذا لا ينبغي لأمرين: أولا أنه يشغله عن تدبر القرآن ويكون نظره مع الحروف ومع الكتابة، والأمر الثاني أنه يترك سنة وهي القبض، قبض اليد اليسرى على باليد اليمنى على الصدر، هذه سنة. فإذا أخذ المصحف فإنه يترك هذه السنة ويفقد أجرها، فلا يحمل المصحف للمأموم إلا في حالة ما، إذا كان الإمام يقرأ عن ظهر قلب ويحصل عنده شيء من الخطأ في القراءة فيريد المأموم أن يتابعه وينبهه على ما يحصل من الخطأ، فهذا لا بأس به لأنه لغرض صحيح.